في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، تبنت وزارة البلدية والبيئة من خلال مشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر صياغة إطار وطني حاكم للتنمية العمرانية ليكون بمثابة الترجمة المكانية لهذه الرؤية، وذلك في ظل التفاعل المجتمعي والمؤسسي وبعد المشاورات مع كافة شركاء التنمية. على إثر موافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم 77 في إبريل 2014 على اعتماد الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، والتي صادق عليها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بمرسوم أميري في ديسمبر 2014، تبنت الخطة من خلال معطيات الإطار الوطني للتنمية إنتاج منظومة متكاملة من المخططات المكانية للبلديات ومخططات المراكز العمرانية ذات الاستخدامات المختلطة عالية الجودة بأنماطها المختلفة، والتي تسمح بإيجاد فرص عمل واستثمارات كبيرة ومتعددة من خلال توفير الأنشطة التجارية والمكاتب وتوفير مناطق للخدمات المجتمعية، وتعمل على خلق مناطق عمرانية صديقة للبيئة كنموذج للتنمية المرتكزة على خدمات النقل العام وصياغة الاشتراطات التخطيطية لجميع الأنشطة والاستعمالات بالدولة. وقد اشتملت المخططات المكانية للبلديات على 6 تصنيفات للمناطق السكنية مختلفة الكثافة و3 تصنيفات للمناطق الصناعية لتتيح فرص استثمار مستقبلية أفضل، مما يؤدي إلى وضع تصور لفكر الاستدامة بالدولة من خلال الحزام الأخضر الذي يحيط بالكتلة العمرانية الرئيسية لحاضرة الدوحة، وإيماناً بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية في الدولة، فقد تم صياغة اشتراطات تخطيطية للحفاظ على المناطق الريفية والصحراوية. ومع انطلاق عام 2018 سيتم تطبيق الاشتراطات التخطيطية الجديدة. الاطلاع على كافة منتجات الخطة العمرانية الشاملة، سهولة الاستعلام عن اشتراطات التطوير الخاصة بقسيمتك، من هنا سيبدأ تطبيق الاشتراطات التخطيطية الجديدة. كما يمكنكم الاطلاع على كافة منتجات الخطة العمرانية الشاملة من خلال التصفح عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والبيئة والضغط على رابط الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، والذي سيتيح الاستعلام عن الاشتراطات التخطيطية للقسائم من خلال الضغط على موقع استخدامات الأراضي والاشتراطات التخطيطية، والذي تم إعداده لتمكين المواطنين والمقيمين من معرفة الاستخدام المحدد للقسيمة والاشتراطات الخاصة بها، بالإضافة إلى التصور المتكامل لكافة أراضي الدولة، وذلك بشفافية تامة، حيث يمكنكم الاستعلام عن أي قسيمة مطلوب معرفتها عن طريق الضغط على زر بحث واختيار أحد الخيارات المتاحة، سواء كان عن طريق إدخال الرقم المساحي أو عن طريق إدخال عنوان القسيمة أو اختيار القسيمة مباشرة من الخريطة، والتي ستحدد الموقع المراد الاستعلام عنه، والتي ستوضح الاستخدام المسموح به للقسيمة والارتفاعات والارتدادات ونسبة التغطية، بالإضافة إلى أنه يمكنك الاطلاع على كافة هذه الاشتراطات بالضغط على زر لمزيد من المعلومات.